الإسلام هي بنا لنعيش مع هذه الكلمة الطيبة من الداعية الإسلامي الكبير ابن محافظة الشرقية ابن قرية الغار مركز زقازيق محافظة الشرقية فضيلة الداعية الإسلامي الكبير مولانا الشيخ عثمان خطاب يتفضل مشكورا. الحمد لله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل وهو حسبنا جميعا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. نحمده جميعا على كل حال سوى الكفر والضلال وهو المنزه عن الشبيه والمثال. فيا من تلهث ولا هم لك إلا جمع المال والله لن ينفعك مالك إلا إذا اتخذته من الحلال. واعلم علم اليقين بأن الرازق هو الكبير المتعال. الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا وألقى بقميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة يا بارئ الكون في عز وتمكين. يا بارئ الكون في عز وتمكين. وكل أمر وكل أمر وكل أمر جرى جرى بالكاف والنون بالكاف والنون. يا من يا من يا من لطفت بحالي قبل تكويني قبل تكويني. لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا هتعب عندي شغل بكرة. ايه يعني؟ خلاص هاتوا فلوس بكرة. يا عم اقلع بقى. كل سنة لازم تقلع العباءة بقى اقلع. لسه الناس مفكرة الشيخ عثمان خطاب تخين فدي بت انما كده ظهرت على حاجتي. واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمع. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله عليك سلام الله في كل لحظة لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. لا هنقولها تاني عشان تحفظوها مش كده. تاني تاني بنقولها. أضاءت بك الدنيا سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله عليك سلام الله في كل لحظة لقد ماتت الأسماء إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إني أحب
محمدا والله خير شاهدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، والله خير شاهدا، والله خير شاهدا. يا رب صلي يا رب صلي يا رب صلي على المدى أبدا عليه مجددا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، صلي وسلم سيدي، صلي وسلم سيدي، ما جاء ذكر محمد، صلي وسلم سيدي، ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد ذاق المقام الأحمدي. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، بداية إيه؟ ما أنا قلتها كتير، ألف الألفة دي. أبو سريع بيقول آمين أبو شراقي 50 مرة. حاضر. ألف الألفة كده بمروان. مش عارف. رسول الله، ما تصلي عليه، الذي هو ألف الألفة وباء البغاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السهود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العلم وغاء الغناء وفاء الفتوة وقاف القوة وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا وواو الوفاء وهاء الهنا ولام ألف توحيد لا إله إلا الله ويا ينبوع الرحمة الكبرى محمد رسول الله. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، بداية قسما بالله العلي العظيم أقولها لله، الناس بتسأل على قرية المنايل، عارفين ليه؟ والله سمعتها بدل المرة 1000 مرة، بيسألوا عليكوا عشان احتفالكم بسيدنا النبي. انتوا عملتوا ضجة، انتوا عملتوا ضجة في مجتمعات الوطن العربي كله. قل لك ايه قرية المنايل والاحتفالات بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عم الحاج اللي سمعني، عم الحاج اللي سمعني، لما تروح لأولادك قل لابنك ضناك حبيب قلبي اسمع مني، ربنا قال لسيدنا النبي اسمع، وتوكل على العزيز الرحيم. ما توحد الله. الذي يراك، الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما تصلي عليه. ايه الموضوع؟ الموضوع كل علة في الدنيا، كل شجرة في الدنيا وفيها فرع مايل إلا شجرة سيدنا رسول الله.
عايز ايه؟ ايه؟ حاضر حاضر يا حاج حبيبي. تاني بقول لك بقى الوساطي، كل شجرة فيها فرع مايل من الممكن يكون ابن عمي، وقول ما عرفوش ليه؟ سمعتي تضرني، سمعتي تضرني، يعني اعمل ايه؟ واحد تاني اقول عليه ده اخويا الكبير، مش فاهم تقصد ايه؟ اقصد قسما بالله العلي العظيم بان سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الذي رواه الامام البخاري: خرجت من نكاح، يعني من زواج، من لدن آدم، من لدن آدم إلى أن ولداني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. سيدنا النبي، سيدنا النبي ماله؟ نزل من بطن أمه. تعالى كده قلت لك بدل المرة مليون مرة، تعالى كده بص على سيدنا النبي حينما نزل من بطن أمه، نزل النبي ساجدا بين يدي الله. بتقول ايه؟ تقول: الشفاء مولدة سيدنا رسول الله. شفاء ام عبد الرحمن بن عوف تقول حينما نزل سيدنا النبي، حينما نزل محمد، نزل من بطن امه ساجدا بين يدي الله، ونزل يتيما فما قال ابي ابي ولكنه قال ربي ربي. اليتيم الايام دي اللي بيحصل، زمان ابويا علمني قال لي: عمك ده والدك، وخالك ده سندك. ده زمان، ارجعوا الايام زمان، يا ريت ايام زمان تعود. العم كان والد، والخال كان سند. نما النهارده انا في مجتمع ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، العم بياكل ابن اخوه، والاخ بيعضف اخوه. لذلك اليتيم قالوا لنا كده: يمشي اليتيم وكل شيء ضده، وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوه لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رات رجل الغنى حرت اليه وحركت اذنابها، واذا رات يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. اليتيم، ايوه اسمع مني، سيدنا النبي ما تصلي عليه، لما نزل من بطن امه، لما نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بطن امه، اسمع، اول 3 ايام رضع فيهم سيدنا النبي، تعلم الكلام ده كويس وبلغ لاولادك، اول 3 ايام رضع فيهم سيدنا النبي من امه. كل ام عربيه، كل ام عربيه كانت بترضع ابنها 3 ايام الاول. لذلك اوجب الامام الشافعي على كل ام ان ترضع ابنها 3 ايام. اللي احنا بنسميه الفلاحين يعرفوا الكلام ده كويس، غير ابو بدله وكرفات. الفلاح يعرف الكلام ده كويس، احنا بنسميه السرسوب، اللي احنا بنسميه المسمار. في العلم يسموه اللبق، مش اللبن، اللبق. اهو سيدنا النبي ما تصلي عليه، لما رضع سيدنا رسول الله رضع 3 ايام الاوائل من مين؟ من امه. انا عارف ان اول رشفة لبن نزلت في بطن سيدنا رسول الله من ثويبة جارية ابو لهب، اعلم علم اليقين ذلك، لكن اجري الان مباشرة الى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت كل المرضعات، كل مرضعة تخش تلاقي ده يتيم تبعد عنه، كل مرضعة تخش ده ايه؟ يتيم، لان المرضعات بتدور عليه يا عم الحاج. كل مرضعة عاوزة اليورو، عايزة الدولار، عايزة الاسترليني، عايزة الجنيه. ما تسمعني الصلاة على سيدنا النبي. اي مرضعة تصل الى محمد يقول لها ابو ميت يتيم، طب واليتيم ده هيحاسبني منين؟ تقوم تسيبه. الى ان جاءت سيدتنا حليمة السعدية. تعالوا نشوف ستنا حليمة السعدية اهي. مين دي؟ ستنا حليمة السعدية معها ايه؟ معها اتان. اتان يعني ايه؟ اتان يعني انثى الحمار، يعني حمارة اعزكم الله، حمارة. ايوه بس اسمع مني، قسما بربي جل جلاله، الحمارة اللي مع ستنا حليمة السعدية ما بتمشي، كل ما يمشوا معها تأخر القافلة، تمشي 3 خطوات وترجع 60 خطوة. ها؟ إلى أن أخذت سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وضع سيدنا رسول الله مع قافلة حليمة السعدي، يقوم أتان حليمة السعدية، حمارة سيدتنا حليمة السعدية أعزكم الله، تروح فين؟ في الأول إكسبريس. يقوم الجماعة اللي مع ستنا حليمة السعدية يقولون: يا حليمة، أهذا أتانك؟ هو دي الحمارة العرجة اللي كانت معك من 3-4 ساعات؟ قالت: نعم، ولكن هذا الطفل بركة، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول سيدتنا حليمة السعدية: كان لي من الأبناء 3 والرابع هو سيدنا رسول الله، إخوة النبي من الرضاع، عبد الله أخو النبي من الرضاع، الشيماء، كلكم عارفين الشيماء عشان الإعلام والأفلام والمسلسلات، أخت النبي من الرضاع، أنيسة أخت النبي من الرضاع، احفظوهم، أنيسة أخت النبي من الرضاع، عبد الله أخو النبي من الرضاع، الشيماء أخت النبي من الرضاع صلى الله عليه وآله وسلم. الشيماء كانت انفطمت، وأنيسة كانت انفطمت. اللي بيرضع مع سيدنا النبي دلوقتي واحد اسمه عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول سيدتنا حليمة السعدية، تقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، ما كان محمد اسمع يرضع حتى يرضع أخاه، وما كان يشبع حتى يشبع أخاه. علموا أبناءكم شمائل سيدنا رسول الله. ياللي بتاكل فخوك ابن أمك وأبوك عيب عليك، ياللي بتاكل فخوك ابن أمك وأبوك عيب عليك، اختشي على دمك. يا من صرخنا بأعلى أصواتنا قلت لك: أخوك أخي ابن أمي وأبي، اسمع مني، أخي هو وصية أمي وأبي. ياللي مخاصم أخوك علشان خاطر مراتك، اطلع من هنا، امسك في ايد أخوك ابن أمك وأبوك، اختشي على دمك. أخي هو وصية أمي وأبي. متخانق مع أخوك ليه؟ علشان الميراث؟ ملعون أبو الميراث. اللي زعل اتنين إخوات من بعض، زعل أخوك عشان إيه؟ ما بتكلمش أخوك علشان إيه؟ علشان مراتك؟ أنا قلت للدنيا كلها أنا طلق مراتي مرة واتنين وعشرة وما تلزمنيش. أخي هو وصية أمي وأبي، أخي هو وصية أمي وأبي، أخي أفديه بروحي ودمي، أخي أفديه بروحي ودمي، أخي يفهمني قبل ما أن أتكلم، أخي يشعر بألمي قبل ما أن أتألم، أخي يفهمني قبل ما أن أتكلم، أخي يشعر بألمي قبل ما أن أتألم، أخي كعيني ويدي، أخي كعيني ويدي، إذا بكت عيني، إذا بكت عيني، مسحت يدي دمعها، مسحت يدي دمعها، وإذا تألمت يدي بكت عيني لأجلها. فإياك إياك أن تفرط في أخيك ابن أمك وأخيك ابن أمك وأبيك. أخويا لو بحبني يسأل عني، أخويا لو بحبني يسأل عني، أخويا لو بحبني يسد ديني، أخويا لو بحبني يذكرني بربي. فإياك إياك أن تفرط في أخيك ابن أمك وأبيك. أعود إلى سيدنا رسول الله. رسالة وصلت؟ رسالة وصلت؟ اوعى اخويا، اوعى. ابوك لما يموت، قلتها كده للدنيا كلها، ان عندنا ابويا مات، عندنا 3، اخويا الكبير قسما بربي جل جلاله الكبير، والله بيعاملني انا والده، والله والله اخويا الكبير بيعاملني انا والده،
واخويا الصغير انا ما بعملوش كاخويا، بعمله كابني. خلينا ننجح، ما تسمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتاخد منها ايه؟ زخارف الدنيا اساس الالم، وطالب الدنيا نديم الندم، فكن خالي البال من امرها، فكل ما فيها شقاء وهم. الدرع لا يمنع سهم الاجل، والمال لا يدفعه ان نزل، فكل ما في عيشنا زائل، لا شيء يبقى سوى طيب العمل. خدت منها ايه؟ كل يوم كل يوم تدور على الفيسبوك تلاقي قلة ادب وسوء تربية. ام في دولة العراق، يا خبر ابيض، مالها عملت ايه دي؟ دولة العراق ايوه، معها ايه؟ طفلين، ولد عنده 3 سنوات والبنت سنة او 3 سنوات وسنة. ايه اللي عملت الام دي؟ خدتهم في حضنها؟ لا، ست ماشية وست عقلة، بسم الله ما شاء الله، خدت ضناها الاتنين ورمتهم في النهر. انت بتتكلم ازاي؟ بقول لك دور وشوف. ام في ام عقلة في الدنيا ترمي ضناها؟ ده احنا عندنا في جمهورية مصر العربية عندنا امي علمتني مثل، تقول لك اعزكم الله، الكلبة دخلت على ولادها النار، وفي ناس تقول لك الولع. قسما بربي جل جلاله، من اجمل شيء يا عم ناصر يا صلاح، وبقول لي ما تقولش، هو بقول لي ما تقولش، ما تقسمش بالله، انا بقول قسما بالله عشان الفت الانتباه، ما توحد الله حبيبي. قسما بالله العلي العظيم، في الوراق بيت 8 ادوار، بيت 8 ادوار، النار اشتعلت، رجال الانقاذ. التصفير دي مش من عندي، الله اكبر. تشوف لي الخلي فين؟ أوطي شوية. عمارة 8 ادوار، أمي زي أمي وأمك، الأم دي ساكنة في الدور الخامس، النار اشتعلت في 8 ادوار، فجأة رجال الإنقاذ ادوا أوامر الدنيا كلها تطلع فوق سطح العمارة، الأم دي في الدور الخامس عندها بنتين، صحت البنتين اطلعوا للسطح بتاع العمارة، بس في مشكلة. ايه المشكلة؟ عندها طفل عمره شهر 30 يوم، ابن 30 يوم يعني لا يتحرك، ما بتحركش، وعندها ام عجوز لا تتحرك. لازم تاخد واحد من الاثنين، يا تاخد امها العجوز، يا تاخد ضناها اللي عمره شهر، وحد من الاثنين النار هتمسك فيه مباشرة. تاخد مين؟ تمسك مين؟ تعمل ايه؟ ده سؤال محير. انت لو مكان الست دي هتعمل ايه؟ تاخد امك، ما توحد الله، ولا تاخد ضناك؟ الست دي قسما بربي جل جلاله بدون تردد خدت امها العجوز، حملتها على كتفها وجريت وسبت ضناها اللي عمره شهر، سبت ضناها اللي عمره شهر وخدت امها وطلعت فوق سطح العمارة بتحط امها، ودموعها على خدها تبكي حرقة وألما على رضيعها، تعلم يقينا بأن النار قد أحرقت هذا الطفل الرضيع. وفجأة إذ يعلنون رجال الإنقاذ، الله أكبر، طفل رضيع حي في الدور الخامس بأمر الله. الست دي عملت إيه؟ قالت رسالة يا ريتنا كنا نسمعها، ما صدقتش، خدت ابنها في حضنها اللي عمره شهر وقالت إيه؟ اسمع اسمع، وخلي بالك من الجملة دي، حط تحتها 1000000 خط، تقوم تقول إيه؟ تقول حفظت أمي فحفظ الله ولدي، حفظت أمي فحفظ الله ولدي، حفظت أمي فحفظ الله ولدي. ده رسالة، ويا ريت الرسالة تكون وصلت. شباب الذين يستمعون إلينا الآن، طلاب الثانوية العامة، طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعة، ليا سؤال عند حضرتك. انت بتحس بالألف جنيه اللي بيطلع شهري للمدارس، وبتحس بالألف جنيه اللي بيطلع للمدرسين؟ حبيب قلبي، طالب من طلاب الثانوية العامة بيقول كل شهر اخد من ابويا، كل شهر اخد من ابويا، بس ادانا رسالة يا ريت الشباب كله، طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعة يسمعوها، بيقول كل شهر اخد من ابويا، كل شهر اخد من ابويا، ومعرفش ابويا بيجيب الفلوس منين، ابويا بيشتغل واخر النهار يديني، فجأة في يوم من الايام كل يوم اخد الفلوس واطلع على الكافيه،
اخد الفلوس واطلع على الكافيه. فجأة لقيت ابويا داخل الكافيه، الرجل صاحب الكافيه ما يعرفش ابويا، انا مشيت بعيد الضريت وفجأة رحت داخل على صاحب الكافيه، قلت له الرجل اللي دخل ده كان عايز منك ايه؟ قال له ده الرجل كان بيشتكي وجاي بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله، وبيشتكي من هموم الدنيا وألم الدنيا، وطالب شغلي بعد العصر علشان عنده طالب في الثانوية العامة مش عاوز يقصر معاه. يا ريت الرسالة تكون وصلت، يا ريت الرسالة تكون وصلت. يا اللي سامعني، امك وابوك لو طال ان يبيع دمه ويبيع جسمه علشان يديك ويقطع من لحمه هيديك. صليتم على الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وارجع الان الى سيدنا وحبيبنا رسول الله مرة اخرى صلى الله عليه وآله وسلم. تقول سيدتنا حليمة السعدية: وكان سيدنا رسول الله ابن عمر سنة. سيدنا النبي بيرضع من ستنا حليمة السعدية، بيرضع. وفجأة حينما يسمع صوت أخيه، لما يسمع صوت أخوه بيبكي ويعيط، فكان محمد إذ محمد حينما يسمع ينهزني ويدفعني كأنه يقول: أرضعي أخي يا أماه، أرضعي أخي يا أماه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 3 سنوات، اسمع، عمره 3 سنوات. وجاء أبناء حليمة السعدية، جاء أبناء حليمة السعدية يبكون من شدة الفرح، يبكون من شدة الفرح. أيوة، فستنا حليمة السعدية بتسألهم: لما البكاء؟ بتبكوا ليه؟ قالوا: أماه أماه، وقعت شاة فانكسرت. شاة يعني نعجة، وقعت شاة فانكسرت. صوت. وقعت شاة فانكسرت، شاة يعني نعجة، كسرت رجليها انكسرت. وقعت شاة فانكسرت، فجاء أخانا القرشي الهاشمي فمسح على كسرها فانجبر كسرها بأمر الله. ده سيدنا النبي طفل عجيب غريب، عمره 3 سنوات، هو اللي بيقول: أتاني رجلان فأخذاني وشق صدري، عملية جراحية لسيدنا رسول الله، شق صدري ثم لا أماه. فقال الملك لصاحبه جبريل ميكائيل: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: ذنه بعشرة من أمته فوزنني فرجحتهم. قال: ذنه بمئة من أمته فوزنني فرجحتهم. قال: ذنه بألف من أمته فوزنني فرجحتهم. فقال الملك لصاحبه: دعه فوالذي خلقه لو وزنته بالأمة كلها لرجح. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا كل واحد عنده مشكلة في بيته ياريت نتعلم من سيدنا النبي. في واحد في الدنيا ما حصلش مشكلة في بيتك؟ طلع لي واحد في العالم كله ما حصلش مشكلة زوجية في بيتك. كلنا بدون استثناء تعالوا الليلة مع سيدنا رسول الله. ده انت أولنا عم ناصر صلاح. تعالوا بنا الليلة مع سيدنا رسول الله عشان تعرف تحل المشكلة. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لك أنت قرفان. لسيدنا النبي قال لك: لا تستقيم المرأة للرجل على شيء. أنت تقول شمالها تقول لك يمين، هو كده ده كلام سيدنا النبي. لا تستقيم المرأة للرجل على شيء صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع. عن أمنا عائشة الصديقة، ستنا عائشة بتقول إيه؟ قالت: وكل قولها حقيقة، أكثرت للنبي في الكلام، لابد في الزواج من خصام، يعني لابد يكون في مشاكل. أكثرت للنبي في الكلام، لابد في الزواج من خصام. فقال: مهلا أم عبد الله، فقال: مهلا أم عبد الله، الصلح خير من خصام واجي. فقال: مهلا أم عبد الله، الصلح خير من خصام واجي. طيب سيدنا النبي ودي ستنا عائشة، مين اللي حل المشكلة؟ فهل أبو بكر يحل المشكلة؟ أبو بكر يطلع حمل النبي، أبو ستنا عائشة فبسألها: فهل أبو بكر يحل المشكلة؟
تقوم ستنا عائشة تقول قالت نعم، قالت نعم أبي، أبي لكل معضلة. اسمع، فأرسل النبي للصديق تعال يا ملاذ يوم الضيق، فأرسل النبي للصديق تعال يا ملاذ يوم الضيق، وجلس النبي للتحكيم وجلس كالخصم والخصيم، وبدأ النبي يحكي ما حصل مبينا أسباب ذلك الزعل، وبدأ النبي يحكي ما حصل مبينا أسباب ذلك الزعل. سيدنا النبي بيقول لأبو بكر الصديق حصل من بنتك واحد اتنين تلاتة، يا ريت كل حما يسمع وكل زوج يسمع. سيدنا النبي بيقول له حصل من بنتك واحد اتنين تلاتة، سيدنا أبو بكر الحما عمل ايه؟ فدهش الصديق مما سمع واصفر لون الوجه منه فزعا، فدهش الصديق مما سمع واصفر لون الوجه منه فزعا، وهم أن يبطش بالصبية فاتخذت زهر النبي حمية، وهم أن يبطش بالصبية فاتخذت زهر النبي حمية. يقوم سيدنا النبي ما تصلي عليه لو الزوج، يقول سيدنا أبو بكر الصديق لو حماه اسمع، اترك لنا أمر الخصام بيننا نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا، اترك لنا أمر الخصام بيننا نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا، اترك لنا أمر الخصام بيننا نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا، نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا. فعاد يدعوها إلى الوفاق فانتبذت منه على شقاقي. سيدنا النبي بيقول لها تعالي، وستنا عائشة بتدل على سيدنا النبي هو متصلي عليه. فعاد يدعوها إلى الوفاق تعالي، فانتبذت منه على شقاقي، فعاد يدعوها إلى الوفاق فانتبذت منه على شقاقي، فابتسم النبي ثم قال سبحان من يغير الأحوال، فابتسم النبي ثم قال سبحان من يغير الأحوال، قد كان ظهري حصنك الحصين والآن أدعوك فلا ترضين، قد كان ظهري حصنك الحصين والآن أدعوك فلا ترضين. وماذا لا يكرر المداعبة ملاطفا حتى أتته تائبة. صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اهد شبابنا، اهد شبابنا، تول أمرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا، اجبر كسرنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. رد عن مصرنا كيد الكائدين، رد عن مصرنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وتخريب المخربين، وعبث العابثين، وطمع الطامعين، وفساد المفسدين. اجعل مصر وشعبها وجيشها في أمانك وضمانك يا الله، اجعل مصر وشعبها وجيشها في عنايتك ورعايتك يا الله،
نسألك عفوا يكفينا، نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما ومقاما في الجنة يعلينا، ومقاما ومقاما في الجنة يعلينا، ومقاما ومقاما في الجنة يعلينا، ونظرة 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 إلى وجهك الكريم ترضينا، ونظرة 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 إلى وجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة ورحمة ومغفرة لوالدينا، وشفاء من الأمراض ومن فيروس كورونا. عباد الله، شاكرا لكم حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخ محمد، شيخ محمد زعلان، شيخ محمد مين اللي زعلان؟ ابو سريع، مين زعلان ابو سريع؟ انت كنا مع هذه الكلمة الطيبة من الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ عثمان خطاب الإعلامي الإسلامي الكبير ابن قرية الغار مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، وكانت من ضمن هذه الليلة النبوية الشريفة لاحتفاء واحتفالا بمولد حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، جاء الدور الخطير على مولانا ابو سريع الخطير امير المبتهلين بمصر، بل بالوطن العربي، بل بالعالم اجمع، ابن محافظة القليوبية، الشيخ اللامع المشهور المبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري، الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع الشهير بالخطير، يتفضل مشكورا.